السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متابعي مجوهرات اميره، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي على خير. مرحبا بكم في لايف جديد. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا اللايف باحسن الاحوال. مرحبا بكم مره اخرى. دونك في انتظار ان شاء الله انكم تلتحقوا بنا. غنخلي لكم لي نيميرو ديالنا واتساب في انستغرام وحتى في فيسبوك. اللي عجبتها اي حاجه من اللايف ديال اليوم تخلي لنا ميساج سواء في انستغرام فيسبوك ولا حتى في الواتساب. دونك مرحبا بكم هاد الناس. بالنسبه للسيدات اللي غيشوفوا اللايف ديالنا اول مره، حنا مجوهرات اميره، اختصاصنا بيع الذهب العيار 18، وكنديروا لكم لا ليفغيزون في المغرب كامل. فين ما كنتي تتوصلك لا كوموند حتى لعندك غراتويت البنات، وتقريبا كتاخذ 24 ساعه حتى 48 وماكسيموم على حسب المدينه اللي انت فيها. دونك نبداو اللايف ديال اليوم ان شاء الله على بركه الله. كيف العاده جبت لكم دي زارتيكل لي جدادين بيان سور، شي حاجه اللي غتشوفوها عندنا حصريه البنات. دونك خليكم معنا وما تنساوش عجبتكم اي حاجه خذوا ليها كابتشور ديكرون وخليوها لنا في البريفي سواء فيسبوك ولا انستغرام ولا واتساب. سينو راه كنخلي لكم لايف اونغوجيستري في لاباج، تقدروا تعاودوا الوقيته اللي بغيتوا تفرجوا فيه وتاخذوا كابتشور ديكرون لاي حاجه عجبتكم. دونك مرحبا بكم والف مرحبا. نبداو على بركه الله. دونك اول حاجه غنبدا لكم بها اليوم هي دي كوليي. دونك جبت لكم لي كوليي اللي كيجيو ثقالين شويه وفي نفس الوقت كيجيو غزالين في البيسه البنات. نبداو لكم باول موديل اللي هو الموديل اللي تبارك الله عليه واحد الطالب كبير واللي لقى واحد النجاح اللي هو كبير، اللي هو الكوليه ديال تيفاني. دونك جبت لكم البنات اليوم الكوليه ديال تيفاني اللي كيجي كله سامبل وما فيهش الحجم، كيجي يعني فيه ديامتر واحد على حسب العوينه ديال تيفاني. دونك فوالا كيفاش تيجي. وبالنسبه للطول راه تيجي طويل يعني كيجي نازل. فوالا البنات السلام سلام اختي سهام، مرحبا بك. مرحبا بكاع المتابعات ديالنا اللي ديما كيكونوا معنا في لي لايف ديالنا، ومرحبا بالناس الجداد اللي اول مره غادي يشوفونا. دونك بالنسبه لهذا الكولي ديال تيفاني البنات داير 11500 درهم. دونك 11500 درهم بالنسبه للكولي ديال تيفاني، كيجي صحيح وفي نفس الوقت عملي وما فيهش الحجر. ديجا عندنا لا غورميت ديالو، ها هو لونسومبل راه قدامي كامل بكاع لي زارتيكل ديالو. غير هو هذا الكولي اللي عندي في لونسومبل غليظ شويه وهذا اللي عندي رقيق. دونك فوالا البنات كيفاش كيجي. الثمن ديالو 11500 درهم. ونبقاو في لي كولي وغنوريكم هذا الموديل الجديد اللي يلاه توصلنا به غير البارح. دونك تكونوا ديجا شفتوا عندنا في ستوري اللي هو هذا الموديل هذا اللي حتى هو ديال تيفاني، كيجي على هذا الشكل هذا. دونك فيه هاد العوينات هادو اللي كبارين هنا، فيه هاد لي موتيف هادو ديال تيفاني من الوسط، وكيجي فيه هاد البوندونتيف هذا اللي على هاد الشكل هذا، حتى هو غزال خفيف هكذا وكيجي عملي، وفيه من اللور هنا سنسلة الشوبار. دونك الكولي ديالك كيكمل بسنسلة ديال الشوبار اللي بيان سور تقدري تسدي على حسب العوينة نتي اللي بغيتي وكيفاش بغيتي تلبسيه، سواء بغيتي تلبسيه شوكر أولا بغيتي تلبسيه كولي هكا اللي هو نازل. وبالنسبة للصحة البنات راه تيجي صحيح وعملي كيف قلت لكم. ديجا عندنا حتى لا غورميت ديالو. سلام اختي كوثر مرحبا بك. دونك عندنا حتى لا غورميت ديالو فحال تبغيتو تلبسو بحال شي اونسون. دونك فوالا كيفاش كيجي البنات. الثمن ديال هذا الكولي هذا 5100 درهم. دونك 5100 درهم بالنسله ديالو ديال الشوبار اللي راها صحيحه 5100 درهم. وعندي لكم هذا الموديل اللي اكثر من رائع البنات. هذا الموديل هذا اللي حتى هو كيجي سامبل وغزال، فيه هاد لي موتيف هادو او هاد الدويرات هادو اللي تيجيو هنا فيهم الحجر، وهنا تيجيو هكا مزوقين من قوشين، وهنا هادو تيجيو سامبل كلهم دي سيركل اللي مشدودين مع بعضياتهم، فيهم 3 ديال لي سيركل اللي فيهم الحجر. دونك حجيرات لي مسيرسين مزيان، والكولي كله كيجي بخدمه وحده، في هاد لاكوت هادي وخميسه من العنق يعني تقدري تسديه فيه. فوالا كيفاش كيجي، حتى هو كيجي غزال وانيق في البيسه، سيرتو دابا في الصيف يجيكم كيحمق البنات مع لي شوميز اولا جليلبات اولا اي حاجه تلبسوها معاه يجي غزال. دونك فوالا كيفاش كيجي. خلاص البنات ملي كتواصلوا معنا راه تنخليو لكم الحاجه كيفاش تجي في البيسه. دونك تشوفوها كيفاش كتجي من البوسه، تشوفوا الطول ديالها، تشوفوا الديامتر ديالها، يعني لي ديتاي ديال لي ديتاي اللي بغيتو تعرفوا على لاختيك راه كتعرفوهم قبل ما نصيفطهم ليكم. دونك فوالا البنات كيفاش كيجي. الثمن ديالو 8500 درهم. الثمن ديالو 8500 درهم، تقدري تلبسيه شوكر تلبسيه مع شي سنيسله اللي تجي نازله، كيجي غزال غزال وانيق البنات. الثمن ديالو كيف قلت لكم 8500 درهم. عافاك ورينا براسليه ديال 5000 درهم. اختي عائشه راني جايبه براسليه معايا، خليك معايا ان شاء الله نسالي لي كولي ونوريك لي براسلي، وان شاء الله راه فيهم هاد لو بري هذا اللي بغيتي.
دونك ندوز نوريكم واحد الكولي اخر ليا. سلام شوفوا ليا كيف دايره البنات. هو الكولي ديال فان كليف. هاد المره ما جبتوش لكم كولي عادي اللي كيجيو فيه خمسه ديال الوريضات ديال فان كليف صافي. دونك هذا فيه فيه خمسه ديال الوريضات ديجا. ها هما هادو وهذه كتجي كبيره وكيجيو نازلين فيه زوج الوريضات صغارين اولا زوج ديال لي تريفل ديال فان كليف. كلهم تيجيو بيان سور مدوبلين. هاد لي بياس هادو تيجيو مدوبلين تيجيو صحاحين قاصحين وما فيهمش الحجر. وبالنسبه للسنسله ديال الشوبر كنتمنى تكون باينه لكم مزيان. السنسله اللي راها غليظه وكتجي عاطيه العين عافاك وريني الجوهر. دونك اختي بالنسبه للجوهر انا ديجا لابسه واحد البغاسلي في يدي. دونك هو هذا البغاسلي اللي كيجي كله داير بجوهر حر وفيه اون بول هنايا اللي كبيره. هذا داير 300 درهم. دونك الا بغيتي تشوفي موديلات كثر خلي ليا ميساج. حيت صراحه ما جبتش معايا الجوهر اليوم ابار هذا البغاسلي هذا اللي لابسه في يدي اللي داير 300 درهم كله بجوهر حر وفيه لابول هنا من الوسط اللي كبيره. سمحوا لي. دونك بالنسبه للجوهر راه فيه بزاف ديال لي موديل البنات. دونك يتواصلوا معايا في الخاص باش نقدر نوريكم كاع لي موديل اللي عندنا سواء في لي بغاسلي ولا سواء حتى في لي كولي ديال العنق. كاينين بزاف ديال الموديلات اللي كيحمقوا ديال هاد الصيف هذا. دونك بالنسبه لهاد الكولي هذا ديال فان كليف البنات داير 13500 درهم كيجي غزال وانيق وفيه هاد جوج هادو ديال الوريضات اللي تيجيو نازلين حتى هما كيعطيو منظر غزال. خلاص السلسله ديال الشوبار حتى هي تتجي غليظه. دونك الكولي كيجي باين في البيسه وكيجي صحيح. دونك الثمن ديالو 13500 درهم. وغنوريكم هاد الكولي هذا اللي حتى هو خفيف ويلا جبناه ليكم. كيجي على هاد الشكل هذا فوالا كيف داير. فيه السداده ديالو هاد التاج هذا كيجي غزال نازل منها وعندك فيه حتى هاد لاكوت هادي وفيه هنايا تقريبا 4 ديال العوينات. دونك تقدري تسدي كيف بغيتي تقدري تلبسيه كولي اولا تلبسيه شوكر. دونك شوفوا كيفاش كيجي خفيف في اللبسه غزال وانيق البنات وسامبل ما فيهش الحجر. دونك الثمن ديالو 4100 درهم 4100 درهم. وكاينه حتى لا غورميت ديالو اللي غنوريها لكم دابا اللي هي هذه. شوفوا ليا كيفاش كتجي. دونك حتى هي بنفس الخدمه فيها هنايا حتى هي كتجي فيها تاج وكوت هنا نازلين حدا هاد العوينات هادو. فيها 4 د العوينات اللي تقدري تسدي فيهم وكتجي هي حتى هي كلها سامبل بحال هكدا. فوالا كيفاش كتجي مع الكولي ديالها. دونك السنسله دايره 4100 درهم. وبالنسبه لا غورميت انا نعطيكم لو بري ديالها دابا. لا غورميت دايره 2100 درهم. دونك 2100 4100 بالنسبه ل لا غورميت و 4100 بالنسبه للكولي. دونك لا غورميت 2100 والكولي 4100 درهم. الخاتم اللي لابسه في الصباع الكبير شحال داير عندي حلقات وسلسلات نفس الديزاين. كدوي غالبا اختي على هاد لاباك هادي ديال رولكس ياك. دونك هادي انا غنعطيك دابا لو بري ديالها اختي سعاد خليك معايا دابا نعطيك لو بري ديالها. بالنسبه لهاد لاباك ديال رولكس دايره 2400 درهم 2400 درهم. راه كلها تجي سامبل وفيها هنا هاد لوسين هذا تيجي غزال وانيق وكلها كتجي بعرض واحد ولاباك كتجي من الداخل مشبكه. الثمن ديالها 2400 درهم. دونك 2400 درهم بالنسبه للاباك ديال رولكس. فوالا كيفاش كتجي. دونك بغيتي اختي سعاد خدي ليها سكرين وتواصلي معايا ان شاء الله راه غادي نعطيك القياسات اولا اي حاجه بغيتي ديري تعرفيها على لاباك. دونك نبقاو في غورميت. ديجا وريتكم لا غورميت ديال الكولي اللي خفيفه ودايره 2100 درهم. غنوريكم تقريبا نفس الموديلات او بنفس السنسله ونفس الخدمه غير هاد المره كتجي الوسط ديالها كاين واحد الموتيف اللي هنا على شكل فيليل وهنا على شكل بابي. حتى هي كتجي هنا فيها انغوت وخميسه نازله كتجي غورميت اللي خفيفه وديال ديما وهنا فيها هاد الموتيف هذا ديال الفيليل كيجي قاصح وصحيح. فوالا كيفاش كيجي. وهنا عندي الموتيف ديال بابيون حتى هو اللي تيجي صحيح ومتين. دونك نعطيكم لي بري ديالهم. خاتم رولكس شحال اختي عائشه؟ الخاتم رولكس 2400 درهم 2400 بالنسبه للخاتم ديال رولكس اللي لابسه في يدك. دونك بالنسبه لهاد لا غورميت البنات دايره 2300 درهم. هاد لا غورميت هادي اللي فيها البوندونتيف ديال الفيليل دايره 2300. وبالنسبه لهادي اللي فيها البابيون دايره 2500. دونك 2500 2300 بالنسبه لهاد لي غورميت هادو. دونك عندي هادي ديال الفيليل دايره 2300 درهم وعندي هادي ديال البابيون دايره 2500 درهم. كيجيو هكا خميتمات ديال دائما
غوماطات ديال ديما، يعني تقدري تلبسيهم دائما، كيجيو خفافين في اللبسه وفي نفس الوقت كيجيو مودرن وعاطين للعين. وهاد لي بيس ديالهم كيف قلت لكم راهم صحاحين، دونك 2500 2300. والخاتم من فيتون شحال؟ اختي امينه خليك معايا دابا نعطيك لو بري ديالو حتى هو. دونك بالنسبه للخاتم ديال لوي فيتون داير 3200 درهم البنات، حتى هو كيجي كامل بعرض واحد. شوفوا لي السمك ديالو كي داير، الخدمه ديالو متقونه وممتازه، بيان سور لا با كتجي مدوبله. وهنا كيجيو في هاد لي سين هادو ديال لوي فيتون، كيجيو غزال وانيق وسامبل ومفيش الحشر، وكيجي صحيح البنات. شوفوا لي السمك ديالو كيف داير، الثمن ديالو هذا 3200 درهم، دونك 3200 درهم بالنسبه لاباك ديال لوي فيتون. نبقاو في لي غومات، وهاد المره غادي ندوز نوريكم موديلات ديال الخريشات من الموديلات الغزالين اللي ديما كلشي كيبغيهم. عندي لكم اول شكيله اللي هو هذا، في هاد لي موتيف هادو بخمسه بيهم. دونك شوفوا لي كيفاش كيجي، وهنا على شكل وريضه هاد السيركل هذا اللي تيجي منقوش، وعندي هاد الموتيف هذا حتى هو اللي كيجي على شكل باب. عندي هنا سنيسله ديال الشوبان اللي كتجي غليظه، وعندي هنا بيان سور عينات فين تقدروا تسدوا لا غورميت ديالكم مع الخميسه اللي تعطي واحد المنظر غزال وهي نازله. دونك غادي نعطيكم لو بري ديال هادي وندوز نوريكم الموديل الثاني. دونك بالنسبه لهادي دايره 2600 درهم، دونك 2600 درهم عافاك ورينا لي راس ديكو. اختي فوزيه صراحه ما جايباهمش معايا في اللايف ديال اليوم، دونك يخلي لي ميساج هنا نيت فيسبوك ولا في انستغرام ولا واتساب اللي بغيتي، وغادي نجاوبك ان شاء الله ونعطيك لي ديتاي كثر. دونك الناس كيف قلت لكم هذا الموديل هذا ديال 2600 درهم، بالنسبه لهاد البومات هذه ديال الخريشات دايره 2600 درهم. وعندي لكم هذا الموديل الثاني اللي داير 2000 درهم، اللي حتى هو فيه خمسه ديال لي موتيف نازلين، سنيسله الشوبار اللي صحيحه وغليظه مع خميسه اللي تتجي نازله. واهم حاجه البنات في هاد لي غومات ديال الخريشات انهم لي موتيف ديالهم قاصحين وصحاح فريمون، ما كيترطاوش وصحاحين ومتان، وفيهم هكا شكيلات اللي مختلفين. دونك نعاود نوريهم لكم فوالا كيفاش كيجيو، فوالا كيفاش كيجيو حبيبتي. خلخال بحال هاد لاكومات اختي امينه، حاليا عندي واحد الخلخال اللي تقريبا فيه بحال هاد لي موتيف هادو ديال الخريشات، تواصلي معايا في الخاص باش نقدر نصورو لك، حيت ما جبتش معايا الخليخلات اليوم، دونك تواصلي معايا باش نخليك لا فوتو ديالو. البغاسلي اللي يدك شحال داير اختي كنزه، خليك معايا انا نعطيك لو بري ديالو. دونك بالنسبه للبغاسلي اللي لابسه في يدها البنات، هو البغاسلي ديال لوي فيتون داير 7300 درهم، 7300 درهم بالنسبه للبغاسلي، حتى هو عنده نفس الخدمه ديال لاباك، حتى هو تيجي السمك ديالو عريض، تيجي مدوبل بيان سور وصحيح، وفيه زوج ديال لي فيرموار ديالو، وكيجي سامبل ما فيهش الحجر. الخاتم الاخر شحال اختي وفاء؟ بالنسبه لخويتمات اللي لابسه، عندي ديال رولكس داير 2400، وعندي ديال لوي فيتون داير 3200 درهم. دونك نحاول نقرا لي كومونتير ديالكم شويه. لو بري سو اختي بوكلين، شنو اللي بغيتي لو بري ديالو اكزاكتومون، شنو بغيتي بالضبط باش نعاود نجاوبك، حيت مشى لي الكومونتير ديالك يلاه رجعت لي. دونك راه كنحاول البنات نقرا لي كومونتير ديالكم، سينو سمحوا لي بزاف لما قدرتش نقرا كومونتير ديال شي وحده، غير تخلي لي ميساج في البريف. دونك نبقاو في لي غورميت، وغادي ندوز نوريكم موديل اخر، لي موديل كيحمق البنات بيان سور، اللي هو الموديل ميسيكا اللي كيجي حتى هو بالسنسله ديالو ديال الشوبار، في زوج ديال لي كوت هنا من جناب، بوندونتيف ديال ميسيكا اللي تيجي قاصح وصحيح، واحد من لي موديل تبارك الله اللي غزالين وكيحمقوا، كيجيو زوينين في اي حاجه لبستيها، لي بوكل اللي كيجيو حتى هما طوالين وكيجيو عاطيين للعين، لا غورميت لا شين بوندونتيف حتى السوطوار ديالها راه موجود عندنا. دونك هاد المره جبت لكم لا غورميت اللي هي تجي تتحمق، ولا بيس ديالها شوفوا لي الناس كي دايره صحيحه وعريضه وتجي قاصحه ومسيره. وبالنسبه للحجر اللي فيها راه بيان سور مسرتي مزيان البنات، تيجي الخدمه ديالو ممتازه. دونك بالنسبه لا غورميت دايره 3100 درهم، 3100 درهم بالنسبه لا غورميت ديال ميسيكا، 3100 درهم. بالنسبه للغرام اختي سعاد، الغرام حاليا داير 700 درهم، دونك 700 درهم الغرام البنات.
ورينا شي بغاسلي يكون كيلعب ما بين 3500 حتى 4000 درهم. اختي كنزه الصراحه البغاسلي بين 3500 حتى 4000 ما عنديش، يا باش نكون واضحه معك لي بغاسلي كيكونوا 3500 درهم راه فريمون كيكونوا خفافين ورقه، يعني ماشي شي حاجه اللي تقدري تلبسيها دائما ولا شي حاجه اللي غتبقاي حاطاها في يدك وما تخافيش عليها. دونك يعني كنصيحه من الاحسن اي بغاسلي غتاخديه الا كان 4500 تاخديه 5000 درهم الفوق، من الاحسن باش تكوني خديتي شي حاجه اللي مزيانه وما يضيعوش لك فيها فلوس، الاقل تكون صحيحه وتقدري تلبسيها وانت مرتاحه. دونك ندير لكم لا غورميت الثانيه اللي هي هذه ديال رادكو، غورميت اللي كتجي بالسنسله ديال الشوفار، بوندونتيف ديال رادكو اللي كيجي سامبل وما فيهش الحجر، كيجي بيان سور مدوبل، الخدمه ديالو ممتازه ولا بياس تجي قاصحه وصحيحه. اختي سلسله كلاش عريضه والحلقات ديالها شحال؟ اختي هند صراحه راه عندي هذا الموديل هذا اللي قلتي غير ما جبتوش معايا، دونك خلي لي ميساج فيسبوك باش نقدر نجاوبك، واخا خلي لي غير ميساج فيسبوك باش نقدر نعطيك لي بري ديال لاشين وحتى ديال لي بوك. دونك هذا البنات الثمن ديالو 3100 درهم، دونك 3100 درهم بالنسبه لهاد لا غومي. ومناش كيبداو اختي وريني حيتاش باغا ناخذ وما عرفتش شنو كاين في السوق دابا. اختي كنزه موجودين لي بغاسلي ديجا، انا غادي نوريكم دابا لي موديل، خليك معايا سالي غير هاد لي غومات دغيا ونوريك لي موديل ديال لي بغاسلي اللي جايباهم معايا، وشوف ليك ديك الساعه الا كانت شي حاجه اللي تمنى شويه هاب. سينو ما لقيتيش في اللايف غير خلي لي ميساج في واتساب ولا في انستغرام ولا هنا نيت فيسبوك، راه غادي نحاول نشوف لك لي موديل اكثر، حيت هنا في لي لايف تنحاولوا نجبدوا لكم غير شويه من الحاجه باش تقدروا تعرفوا شويه من داكشي اللي عندنا، سينو راه كاين لو شوا بزاف لي بغاسلي. اختي وضحي لي الخواتم اللي في يديك باش نصورها وشكرا. فوالا اختي وفاء هانتي بالنسبه لي باقلي لابسه ها هما، تقدري تاخدي لهم دابا سكرين فوالا البنات والناس في انستغرام ولا فيسبوك تقدروا تاخدوا سكرين لي باقلي لابسه. الثمن ديالهم كيف قلت لكم رولكس 2400 ولوي فيتون داير 3200 درهم فوالا. دونك اختي وفاء جيسبر تكوني خديتي سكرين باش هكا نقدر نكمل ان شاء الله اللايف. دونك كيف قلت لكم لا بومات ديال رادكو اللي يلاه دوزت لكم دايره 3100 درهم، ودابا غادي ندوز لكم موديل اخر باش هكا نقدر ندوز لي بغاسلي اللي طلبات لي السيده وفاء سيده كنزه سمحي لي. دونك عندي لكم لا غورميت ديال جاكوار بالسنسله ديال الشوبار، تقريبا نفس هذا لو ستيل اللي وريتكم في هاد لي غورميت كاملين، كيجيو بسلسله ديال الشوبار وكيجي فيها هنا موتيف الوسط اللي كلها وموتيف ديالها. دونك هذا المره جبت لكم ديال جاكوار تيجي حتى هو مدوبل، كيجي متين وسميك الناس في الخدمه ديالو فريمون والله الا قاصح وصحيح. شوفوا لي العرض ديالو كيف داير، دونك نحاول نوريكم لي ديتاي ديال اي حاجه غنوريها لكم. دونك فوالا كيفاش كيجي، في هذا لو سيركل هذا هو الوحيد اللي فيه الحجر، وهنا كاين هذه العوينه هذه خضراء ديال جاكوار. دونك انا نعطيكم الثمن ديالها بغاسلي كارتي بالحجر والبخي. اختي هند بالنسبه للبغاسلي كارتي ما جيبهاش معايا صراحه في الوصل العاديه، ولكن راه موجودين عندنا، دونك ان شاء الله انا بغيتي بالحجر اللي فيه فيس حجره ولا بغيتي كامل بالحجر، حيت اللي فيه فيس حجره تقريبا تعولي على 5000 درهم الفوق، يعني على حسب الغراماج اللي فيه. بغيتي كامل فيه الحجر هذا كيجي شويه ثقيل تعولي تقريبا على 10000 درهم، بالنسبه لهذاك اللي كيجي كله مسيرتي ولكن راه كيجي عريض والخدمه ديالو ممتازه. سينو بغيتي غير فيس حجيره راه كاينين ب 5000 درهم الفوق. دونك بالنسبه لاغومات ديال جاكوار البنات دايره 2800 درهم، دونك 2800 درهم بالنسبه لاغومات ديال جاكوار اللي تجي حتى هي بسلسله ديال الشوبار وفيها هنا عوينات وبيان سور الخميصه اللي تجي نازله. بالنسبه للسيدات اللي كيسولوني على رادكو راني ما جايبهاش في اللايف ديال اليوم الصراحه، ولكن خليو ليا ميساج، دونك خليو لنا ميساج راه عندنا لي رادكو سوا ديال العنق سوا ديال اليد. دونك انوريكم اخر موديل جبت لكم اليوم في غومات هي هذا الموديل هذا لي سبارك لا حتى هو موديل غزال، تيجي بسنسله ديال الشوبار لي غليظه فيها هاد لي كوت هادو من الجناب وفي هاد لي سيركل هادو لداخل، تيجيو غزالين قاصحين وصحاح. وكتكمل هنا ثاني بسنسله ديال الشوبار لي نفس الغولد بيان سور، تجي غزاله هادي في اللبسه. الثمن ديالها 3000 درهم البنات، دونك نحاول نوريها لكم فوالا. شوفوا ليا كيفاش كتجي، موديل لي هكا زوين خفيف لبيسه وفي نفس الوقت ماشي موديل اللي كاين بارتو. دونك هذه الثمن ديالها كيف قلت لكم 3000 درهم فوالا كيفاش كتجي الشهره، تقدري تلبسيها غير بوحديتها بلا براسلي كتجي عافيه العين وكتجي باينه. بغيت خاتم مسمار اختي ريم، الخاتم مسمار موجود ما جبتوش معايا في اللايف ديال اليوم ولكن راه كاين. دونك الخاتمات ديال المسمار تقريبا كيبداو من 1700 درهم الفوق،
بالنسبه للسيده اللي سولتني على لا باكلاش اللي انا لابساها، دونك الثمن ديالها 2400 درهم. ها هي كيفاش كتجي، كلها بعرض واحد، كتجي مشبكه من الداخل وكتجي سامبل بيان سور. الموديل ديال الكلاش راه تيجي سامبل. دونك هذه الثمن ديالها 2400 درهم بالنسبه لهاد لاباك هذه ديال الكلاش. دونك لاباك ديال الكلاش 2400، لاباك ديال رولكس هي 2400، ولاباك ديال لوي فيتون دايره 3200 درهم. دونك هادو هما لي باك اللي جيت لابسه ليكم اليوم. السلام عليكم اختي، شحال ديال الذهب اختي خديجه؟ الذهب حاليا داير 700 درهم الغرام، دونك 700 درهم الغرام بالنسبه للذهب. دونك ندوز دابا ان شاء الله نوريكم لي بغاسلي. دونك نبدا لكم باول موديل البنات اللي هو الموديل ديال الجاكوار. شوفوا ليا كيفاش كيجي. دونك جبت لكم اليوم الموديل ديال الجاكوار اللي كيجي براس واحد هنايا، راس بيان سور كيجي مسيرتي بالحجر، فيه هنا عوينات حتى هما في الخضر. وما سبق البغاسلي تيجي سامبل، بغاسلي اللي صحيح ومتين في الخدمه ديالو، وموديل اللي بيان سور دائما كاين ودائما طوندونس هو الموديل ديال جاكوار. دونك بالنسبه لهاد البغاسلي البنات داير 6000 درهم، دونك 6000 درهم بالنسبه للبغاسلي ديال جاكوار. وهذا كيفاش كيجي، دونك كيجي خفيف هو في البيسه ديالو، يعني ماشي تو ماتش، ماشي كبير وماشي عريض بزاف، ولكن تيجي صحيح. دونك الثمن ديالو 6000 درهم. نبقاو في لي بغاسلي. السيده اللي كانت كتسولني على لي بغاسلي انا اختي دابا كنوريهم. عندي هذا الموديل هذا ديال الفان كليف داير 5500 درهم، كتجي فيه وريضه وحده هنايا الداخل، وكيجي البغاسلي ما تبقى ديالو كله تيجي سامبل. دونك تقريبا هاد لي بغاسلي اللي جبت لكم اليوم راه شويه خفافين. دونك شوفوا ليا كيفاش كيجي، فيه ورده وحده هنايا راه تجي سامبل وما فيهاش الحجر. دونك هذا غير لي كلا ديال الذهب. دونك فوالا كيفاش كيجي داير، هذا الثمن ديالو 5500 درهم، 5500 درهم. دونك فوالا كيفاش كيجي صحيح ومتين. دونك البنات هادشي علاش كنقول لكم غالبا الا كنتو تاخذوا بغاسلي خذوه من 4500 حتى للفوق، يعني 5000 درهم من الفوق، باش هكا على الاقل تاخذي بغاسلي اللي صحيح وتكوني يعني متقنه من داكشي اللي لابسه في يدك. دونك يكون صحيح تقدري تلبسيه دائما دائما يبقى في يدك، سينو قل من هكا 4000 درهم ولا 3500 راه يكون بغاسلي ولكن ما يكونش صحيح. دونك نفضل انك تاخذي بوغمات بداك لو بري على انك تاخذي بغاسلي، حيت بصراحه ما غاديش يصبر ليك بزاف، دونك خصوصا الا كنتي باغا تبقاي ديما دايره في يدك. دونك هذا كيف قلت لكم 5500 درهم. غادي ندوز لموديل اخر اللي هو الموديل ديال الكلو. هاد المره جبتو لكم سيرتي بالحجر، دونك ها هو كيفاش كيجي البنات. النص ديالو كيجي مسيرتي وهنا من اللور تيجي سامبل. البغاسلي حتى هو تيجي قاصح وصحيح، الثمن ديالو 7700 درهم. بغيت خاتم مسمار اختي ريم، خلي لي ميساج في فيسبوك انا غادي نجاوبك ان شاء الله، يوم فوا نسالي لايف راه غادي نجاوبك، سينو خلي لي في انستغرام ولا واتساب راه دابا غيجاوبوك في السيرفيس. على الخاتم ديال الكلو كيف قلت لك راه الثمن ديالو كيبدا من 1700 درهم. دونك خلي لي ميساج باش نقدر نجاوبك عليه ملي نسالي لايف ان شاء الله. دونك شحال هاد تيفاني وشحال فيه من غرام اختي اوما؟ بالنسبه لتيفاني واش لونسومبل؟ الا كان لونسومبل خليك معايا حيت دابا ما عنديش لو بري ديالو، انا غادي نشوف لك شحال فيه من غرام وشحال لو بري ديالو. اختي سلمى خلي لي ليا شي كومونتير، صراحه ما قريتوش، تقدري تعاودي تكتبي ليا باش هكا نشوفو. تيفاني خليك معايا اختي اوما باش هكا نقدر نسالي لي بغاسلي ونوريه لك. دونك البنات بالنسبه لهذا 7700 درهم لو بري ديالو، 7700 درهم. وبالنسبه للكلو سامبل راه موجود حتى هو، دونك اللي بغيتوه راه كاين عندنا، راه بزاف كيف قلت لكم راه فريمون كاين بزاف ديال لو شوا في اي حاجه بغيتوها، لي بغاسلي لي باك لي زونسومبل كاين بزاف بزاف. غير في لي لايف كنحاولوا نجيبو لكم باش هكا ما يكونش لايف طويل ويكون خفيف على قلوبكم، وفي نفس الوقت تقدروا تشوفوا يعني شويه من كل حاجه. دونك عندي لكم بغاسلي هذا ديال مشاربي، دونك هذا الموديل هذا اللي كيجي كروازي في هذا لي موتيف هادو ديال مشاربي، هنايا فيهم الحجر وهنا تيجيو سامبل. البغاسلي كله تيجي من هنا سامبل متين وصحيح، وموديل هكا اللي حتى هو من لي موديلات اللي كيبقاو دائما، دونك كيبقاو ديما طوندونس. الثمن ديالو هذا 6200 درهم، دونك 6200 درهم بالنسبه للموديل ديال المشارب. اي حاجه عجبتكم البنات خذوا ليها سكرين وتواصلوا معنا في الخاص، لا بغيتوا لي ديتاي اكثر الكغاماج القياس او بغيتوا تشوفوا الحاجه كيفاش كتجي في البيصه خليو لنا ميساج في الخاص. دونك اي سيرفيس صيفطو فيه ميساج راه تنجاوبكم سو بلاص. بالنسبه لهاد البغاسلي الثمن ديالو 6200 درهم.
وي اختي سلمى، راه ما قريتش الكومونتير ديالك الصراحه، عاودي كتبي ليا حيت خليتي ليا انا غير دونك عاودي كتبي ليا. كنحاول نقلب على الكومونتير ولكن راه مشى ليا، دونك حاولي تعاودي تكتبي ليا. براسلي قشور الحوت صراحه حاليا براسلي قشور الحوت ما عنديش ديسپونبل اختي، ما كاينش صراحه، عندي غير ديال 3 ديال العاد، ما عنديش ديال قشور الحوت حاليا. عندي لكم هذا الموديل هذا حتى هو البنات، شوفوا ليا كيفاش كيجي، موديل اللي خطير في البيسه ديالو انيغ، وموديل في نفس الوقت اللي جديد، شوفوا ليا كيفاش كيجي. دونك حتى هو موديل اللي كيجي سامبل ومدوبل من الداخل. شحال داير الغرام اختي؟ 700 درهم الغرام اختي ريهام. دونك الثمن ديال هذا البنات 4000 لا سمحوا لي 7500 درهم، دونك 7500 درهم بالنسبه لهذا البراسلي. نحاول نلبسو لكم باش تشوفوا كيفاش كيجي في البيسه، الثمن ديالو 7500 درهم. دونك شوفوا ليا كيفاش كيجي، تقدروا هكا تماتشيو مع دي براسلي اخرين اللي عندكم، تقدروا تخليو هكا بوحديتو. دونك كيجيو غزال وانيق، هذا ديجا القياس ديالو شويه كبير عليا، ولكن راه بالنسبه للقياسات راه موجودين عندنا البنات. هذا الثمن ديالو كيف قلت لكم 7500 درهم. بالنسبه للسيده سعاد، فان كليف ديال 5، واش الكوغمات ولا الكوليه؟ دونك خلي ليا ميساج من الاحسن في البريفي باش نقدر نجاوب، حيت ديجا عندي واحد الكوليه ولكن فيه حتى هو 5 ديال لي موتيف ديال فان كليف، وفيه زوج نازلين. دونك انا غنعاود نوريه لك، ديجا دوزتو في البدايه ديال اللايف، عندي لكم هذا الموديل البنات حتى هو لي موديل ديال المشاربي اللي كيجي كروازي حتى هو مدوبل من الداخل، موديل اللي كيجي سامبل وخفيف في البيسه ديالو، الثمن ديالو 6000 درهم. دونك 6000 درهم بالنسبه لهذا الموديل هذا، شفتوا ليا كيفاش كيجي، حتى هو صحيح ومتين، الثمن ديالو 6000 درهم. وعندي لكم اخر موديل اللي هو هذا، الموديل هذا اللي تيجي على شكل سميطه هنايا، فيه الحجر من هنا وكيجي هنا فيه هاد اللعبه هادي تتحرك هكا، وما سبق هاد البغاسلي كله تيجي سامبل ومدوبل بيان سور من الداخل، الحجر ديالو مسيرسي مزيان دونك ما تخافوش منه. موديل اللي هكا حتى هو سامبل، وفي نفس الوقت عمليه ديال ديما. شحال فيه من غرام اختي صفاء؟ بالنسبه للغرامات ما عنديش حاليا لي ديتاي ديال كل ارتيكل، دونك خدي سكرين لاي حاجه عجباتك وتواصلي معايا في الخاص باش نقدر نعطيك الغرامات بالضبط. دونك بالنسبه لهذا البنات نعطيكم لو بري ديالو دابا، دونك الثمن ديالو 8100 درهم، دونك 8100 درهم بالنسبه لهذا البغاسلي هذا. دونك فوالا البنات، هذا داير 8100 درهم. دونك هادو هما لي بغاسلي اللي جبت لكم اليوم. دابا غادي ندوز ان شاء الله نوريكم دي سوليتير حتى هما في البرونز، دونك وحدين من الحويجات اللي ستسولون عليهم بزاف، وكنحاول نبسوهم لكم في يدي باش تشوفوهم كيفاش كيجيو. دونك نحاول نبث لكم لي موديل هنايا، دونك فوالا البنات ندير لكم هاد لي موديل هادو ديال لي سوليتير لي في البرونز. دونك حاولوا تاخذوا سكرين اي حاجه بغيتوها. دونك نبدا لكم باول موديل، لي هو هاد الموديل هذا، شوفوا ليا كيفاش كيجي. دونك بالنسبه لهاد الموديل البنات كيجي كله سامبل من هنا، هذا في البرونز في الغوز جولد، كيجي هنا في هاد الموتيف هذا الوسط اللي تيجي في الابيض، وكيجي مسيرتي بالحجر. وعندي هاد الموديل الثاني اللي نفس الخدمه، غير هو الموتيف اللي الوسط هنايا تيجي كاري، حتى هو كله كيجي من هنايا سامبل وفي البرونز. دونك هادو البنات الاسمنه ديالهم 4600 درهم، 4600 درهم بالنسبه لي سوليتير بجوج بهم، 4600 4600. دونك فوالا كيفاش كيجيو صحاحين، اهم حاجه في هاد لي سوليتير انهم فريمون قاصحين وصحاح. دونك كيف قلت لكم الثمن ديالهم 4600 درهم لكل واحد. عندي لكم هاد الموديل هذا حتى هو اللي كيجي في البرونز، دونك هاد لي سوليتير اللي جبت لكم اليوم كلهم كيجيو في البرونز. دونك فوالا شوفوا ليا كيفاش كيجي، حتى هو تقريبا نفس الخدمه ديال الموديل الاخر، الثمن ديالو هذا 5700 درهم، دونك 5700 درهم بالنسبه لهذا الموديل هذا، حتى
هو كيجيو غزال في اللبسه، نحاول نلبسو ليكم. اللي بغات تاخد سكرين تاخدوا البنات، انا كنحاول نخلي لكم الوقت فين تاخدوا كابشور ديكو. دونك هذا الثمن ديالو 5700 درهم، وعندي لكم هذا الموديل حتى هو اللي غزال. شوفوا لي كيف داير، هذا ماشي سوليتير، هذا اون باك عاديه. الثمن ديالو 4100 درهم، حتى هو كيجي سامبل وفيها ثلاثه ديال الدويورات هنا الوسط اللي تيجيو فيهم الحجر. دونك فوالا كيفاش تجي لا باك، حتى هي في الغوز جولد. دونك فوالا كيفاش تجي، الثمن ديالها 4100 درهم. وعندي لكم هاد زوج الموديلات اللي غنخصم بهم ان شاء الله لي سوليتير ديال اليوم. عندي لكم هاد الموديل هذا اللي تيجي كاري، شوفوا لي كيفاش كيجي البنات. دونك هذا الثمن ديالو 4000 درهم البنات، شوفوا لي كيفاش كيجي. دونك كيجي كاري ديالو كبير، كيجي باين في البيسه، شوفوا لي كيف داير. الثمن ديالو 4000 درهم. وعندي لكم هاد الموديل هذا اللي غزال، شوفوا لي كيف داير. هذا ديزاين ديال ديامون البنات، شوفوا كيف داير كيحمق. شوفوا لي لي ديتاي ديالو كيف دايرين. فوالا هذا حتى هو في هذا الكاري هنا في الابيض، وهنا كله كيجي في البرونز خلاص. في البيسه كيجي انيق. هذا الثمن ديالو 3600 درهم. دونك شوفوا لي كيف داير، الثمن ديالو 3600 درهم. دونك كانوا هادو هما لي زارتيكل لي جبت لكم في اللايف ديال اليوم. قبل ما نسالي ان شاء الله غنوريكم هاد لي زونسون. عندي لكم اول اونسومبل اللي هو هذا الاونسومبل ديال تيفاني اللي كيجي بالكولي اللي كبير شويه. دونك مقارنه مع الاول اللي وريتكم في الاول ديال اللايف، هذا تيجي كبير. حلقات اللي تيجيو نازلين وسام، لا باك حتى هي تجي سامبل، هنايا ما فيهاش الحجر. النص ديالها تيفاني والنص ديالها من اللور تيجي عادي سام. وعندي لكم هنا لا غورميت، دونك درت لكم هذه المره مع اون غورميت حتى هي ديال تيفاني، ماشي مع البراسلي. دونك فوالا البنات كيفاش كيجي، بغيتو تعرفوا لو بخي وحتى الغراماج تواصلوا معايا ان شاء الله في الخاص باش نقدر نعطيكم لي ديتاي ديالو. فوالا البنات خذوا سكرين وتواصلوا معنا في الخاص باش نقدر نعطيكم لي ديتاي على لونسون. عندي لكم الموديل الثاني اللي هو هذا الموديل هذا الكاري اللي كيجي بالبراسلي هذه المره. فيه لاباك ديالو على شكل سوليتير اللي كتجي كاري وكبيره تبارك الله وعاطيه العين. لي بوكل ديالو كيجيو فيكس حتى هما كاري بنفس الخدمه ديال البوندونتيف اللي درناه ليكم هذه المره مع السنيسله ديال الشوبار اللي تتجي غليظه وصحيحه. دونك لونسومبل كامل البنات كيجي على هذا الشكل هذا. بيان سور كيجي مسيرتي مزيان بالنسبه للناس اللي تيبغيو الحجر. دونك شوفوا لي هاد لونسومبل شحال كيجي غزال، سيرتو على لاباك ديالو تقدروا تلبسوها بحال شي سوليتير تجي غزاله تبارك الله. دونك فوالا. وعندي لكم في الاخير موديل ديال جاكوار اللي بالكولي هاد المره. دونك كولي اللي كيجي فيه سنسله ديال الشوبار، فيه ثلاثه ديال لي بول من كل جهه هنايا، دونك لي بول لي كبارين. هنا تيجي فيه البوندونسيف ديال جاكوار اللي كيجي متوسط هنا في هاد العوينات في الخضر، وكيجي هنا نازلين فيه هاد السنيسلات هادو تيجيو غزالين وتعطيو واحد المنظر زوين في اللبسه. وفي هاد لابول هادي حتى هنا، دونك كاع لي ديتاي ديال الكولي تبارك الله كيحمقو. وفيه لي بوكل ديالو بيان سور، لي بوكل لي تيجيو فيكس. عندي لاباك لي تجي هاد المره درت لكم باك لي فيها زوج ديال ريوسات شاكوار، شفتو ليا كيفاش كتجي. وعندي لا غورميت لي حتى هي كتجي تقريبا بحال السنيسله بحال الكولي هنا. دونك نحاول نوريها لكم بلي ديتاي كثر. دونك كتجي هنا فيها النص، هنا فيها سنسله ديال الشوبار، وهنا كتجي فيها اون دوبل شين هنايا لتحت، شوفوا كيف دايره. وفي هذا الموتيف هذا اللي كيجي نازل، حتى من هذا الموتيف البنات اللي نازل فريمون صحيح وقاصح. وهنايا راه الموتيف ديال جاكوار اللي كيجي تماما بحال الكولي اللي وريتكم. دونك ندير لكم هذا هو لونسومبل الثالث اللي جبت لكم اليوم اللي هو ديال جاكوار. دونك ما تنساوش البنات الا عجبتكم اي حاجه تكونوا خديتو من السكرين. وغنخلي لكم ان شاء الله اللايف اونغوجيستري في لاباج انستغرام وحتى فيسبوك، باش هكا الناس اللي جاوا معطلين اولا اللي فاتهم شي حاجه يدخلوا يعاودوا يتفرجوا في اللايف، ياخذوا سكرين لاي حاجه عجبتهم ويصيفطوها علينا في الخاص انستغرام فيسبوك ولا حتى واتساب، ماشي مشكل فين ما صيفطوا راه عندنا سيرفيس اللي تيجاوبكم سيغ بلاص البنات. وكنتمنى يكونوا عجبوكم لي زارتيكل ديال اليوم. ما تنساوش تبقاو ديما متبعينا وتهلاو ليا فراسكم، تلاقاو ان شاء الله في لايف.